عقود الألف درجة وظيفية، بعد أن رشحنا فائزين في القائمتين النهائي الأولى والثانية النهائية، وردت لدينا أخطاء في الاستمارة الإلكترونية مثل عنوان وظيفي أو المعدل أو سنوات التخرج، بالإضافة إلى ذوي الشهداء وبعض الفئات مثل كلية الآداب وهندسة الموارد المائية. تم استبعادنا بسبب هذه الأخطاء البسيطة. نطالب السيد المحافظ أحمد منفي جودة بإنصافنا وضع الحلول المناسبة لاحتواء مظلوميتنا. نطالب المحافظ السيد أحمد منفي المحترم بأن يتدخل بشغلتنا، لأن احنا مظلومين. جماعة الألف استبعدنا، ظهرنا بالقائمتين الأولى والثانية، وبعدين استبعدونا بسبب أخطاء، يعني مثل ما تقول يعني يقدرون يعالجونها، واحنا قمنا بتصحيح هذا، قدمنا ما يصحح معلوماتنا وثبوتية قدمناها واستبعدونا، مثل الأخطاء العنوان الوظيفي على أساس عندهم كتاب من الرقابة المالية. الرقابة المالية احنا ناشدنا الرقابة المالية بأن قالوا احنا الأخطاء هذه ما احنا جبرناهم مثل هذه أخطاء، تصحيح العنوان الوظيفي هذا ما يعتبر خطأ، أو سنة التخرج مثلا هو احنا هي السبب بمن بالاستمارة. احنا شريحة ألف درجة عقود، ابتدأت الاستمارة الإلكترونية حسب الروابط، فقدمت المتقدمين عليها وما يقارب ألف درجة، فطلعت النتائج ورا فترة استبعدنا. ليش يا استبعدنا؟ بسبب الأخطاء الإلكترونية. أستاذ، هي الاستمارة الإلكترونية يعني السبب أول شيء احنا ما نلوم الباحث، أسباب هواي الباحث. الشيء الثاني لود يصير على الاستمارة، هي الاستمارة بالفعل خطأ، احنا ما نتحمل مسؤوليتها، والأخطاء واردة في حياتنا اليومية. فإن لك أخطاء بسيطة في سنة التخرج مع عنوان وظيفي، إضافة إلى ذوي الشهداء، ذوي الشهداء ذمة في أعناقكم. ليش يا استبعدتوا؟ والله بسبب الأخطاء اللي واردة في الاستمارة. فإحنا نناشد سيادة المحافظ أحمد منفي جودي بإنصافنا وعودتنا إلى من هذا المأزق الذي وقعنا فيه، وإنما في الاستمارة.